السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة محمد الرش اليوم سأقوم بالشرح وللمرة الأولى. اول شرح من شروحات الفيسبوك هو عن طريق حذف الحساب نهائيا فهذا الشرح يطلب الكثير منكم ويحتاجونه لان في الفيسبوك يقوم شخص ما احد باختراع او احد بالحصول على كلمة السر ويقوم ب لم اعرف كيف ساخبركم بها يقوم ب في السب في أصدقاء أو عائلتي عبر الفيسبوك لذلك اليوم سأقوم بشرح طريقة حذف الفيسبوك نهائيا أول سندخل إلى الفيسبوك سنذهب إلى علامة الثلاث نقاط على الجانب سأريكم الآن العلامة كما ترون ثلاث نقاط على الجانب سأقوم بشرح هذا الفيديو جيدا كي يفهمنا كل شخص سننزل إلى الأسفل سننزل سننزل إلى الأسفل سنذهب إلى هنا كما ترون المساعدة سأقول المثالين على المساعدة ترون المساعدة عليكم أن تركزوا معي في هذا الفيديو فهو ضروري سنذهب بين المساعدة سنذهب إلى إدارة الحساب سأقوم بالتعليم عليها إدارة الحساب كما ترون هاي إدارة الحساب عليكم أن تذهبوا الآن إلى إدارة الحساب سِيَطَرْ معنا هذه هذه الرسائل او هذه الخيارات كما ترون آه، الان سنذهب الى الغاء تنشيط او حذف الحساب كما ترون آه، عليها تنشيط الحساب او حذف كما ترون سنذهب الى ذلك الخيار كما ترون سننزل الى الاسفل سيظهر معنا هذا الخيار كيف يمكنني حذف حسابي على الفيسبوك نهائيا ركز معي ركز معي في هذه الخطوه سنضغط عليها ضغطه واحده سننزل الى الاسفل سنقوم بالقراءه على مهل سننزل الاسفل سنجد هنا نبقى بالقراءة حتى تتدار معنا هذه الكلمة انتظر علي حتى تتدار معنا كما ترون ها هي حسابي نهائي سجل الدخول للحساب ثم انقر هنا مراجعة خيار بالحرف حرف عملية الحذف انقر هنا على انقر هناك كما ترى على هنا انقر هنا اضغط ضغطه واحده عليها انتظر قليلا يستغرق عمق وقت طويل ننتظر قليلا حتى تظهر معنا تعطيكم خيارين اضغط على خيار حذف الحساب سيظهر معك الغاء تنشيط الحساب اضغط على حذف الحساب كما ترون هنا حذف الحساب اضغط ضغطه واحده على حذف الحساب واضغط على المتابعه ثم هنا سيعطيك خيارات تكون احتفاظ بالتطبيق مثلا يكون غير غير بدل من ذلك هنا تنزيل المعلومات اي الصور والرسائل وما الى اخره تنزيل المعلومات خوفاً من ان تفقدها كما ترون خوفاً من أن تفعلها يمكنك تنزيلها إذا أردت حذف الحساب نهائيا لذلك اضغط على حذف الحساب هنا في الأسفل سيقول لك اكتب كلمة سر سأقوم بإيقاف الفيديو حتى أقوم بكتب كلمة سر ها. ها أنا إليكم سنضغط على حذف الحساب كما ترون، حذف الحساب أنا لم أقوم بعمل شيء، سنضغط على حذف الحساب، وسيقوم كما ترون بإعطائك مولد ثلاثين يوم، لن تسجل الحساب هناك مولد ثلاثين يوم، إن لم تسجل فيها الحساب سيقوم بحذف الحساب نهائيا ولن تراه كأنه لم يكن موجودا من قبل، حتى قمت بكتابة الرقم الهاتف. وكلمة لن يقوم بالفتح معك فهذا الخيار مهم جدا أي إذا في هذه الثلاثين يوم إذا أردت التنازل على خيار حذف الحساب يمكنك تسجيل الدخول إليه مرة أخرى وتعطيك خيار إلغاء حذف الحساب كما ترون ثلاثين يوم اضغط على حذف الحساب الآن كما ترون ضغطة واحدة اضغطوا على حذف الحساب ضغطة واحدة وسيظهر معك على هذا الشيخ اي تم حذف الحساب تم تجاوز دولة لحذف حسابك اخويا هذا اتقمنا بناء فيديو اليوم لا تبخلوا عليا بزاف اللايك والاشتراك في القناه التفعيل خاصه باش تكون كل جديد دمتم في امان الله ورعايته وان شاء الله في فيديو قادم ساقوم بعمل شروحات كثيره عن الفيسبوك وعن خدع الفيسبوك وتعرض نفسك من الاختراق والكثير من الاشياء وتر تاكيد الهويه دمتم في امان الله ورعايته ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه سبسكرايب لايك كومنت فيفورت